بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الدكتور طارق شاكر، أدمن قناة كورسيرا نيرسينج. أنا مدرس بكلية التمريض جامعة المنصورة، قسم تمريض الباطنة الجراحي. كنت بحاضر مع الجمعية المصرية لأمراض زراعة الكلى على مستوى مصر. أنا بأكد بس إن قناة كورسيرا دي الهدف منها إنها تلاقي لك مصدر يشرح لك الأمراض والكلينيكال بصورة سهلة بسيطة، فيها شوية صور وفيديوهات. لو عاوز تشوف كل الفيديوهات بتاعة الشرح هتعمل سبسكرايب وتشترك في القناة، بتكتب بس في محرك البحث او السيرش بوكس كلمة كورسيرا نيرسينج، هيطلع لك اللوجو ده. ده لوجو القناة، ولها صفحة على الفيسبوك بنفس الاسم بنفس اللوجو. دي تساعدك، لكن ما ينفعش انك تعتمد عليها. ولها برضو فيديوهات، فيها فيديوهات لطلبة الدراسات العليا، ازاي بقى عينة البحث، ازاي اختار عنوان، الاحصاء، ديزاين، حاجات لي يعني ايه ادفانسد شوية. في حاجات للبكالوريوس وفي حاجات لطلبة الدراسات العليا، هي تساعدك لكن ما ينفعش انك تعتمد عليها. يمكن موضوع النهارده هو استكمالا للفيديو السابق اللي هو كان الانجينا والام اي. النهارده بقى بنكمل سلسله الكارديولوجي اللي هو الهارت فيلير او فشل القلب. الليرنج اوبجكتيف اللي احنا عايزين في نهايه المحاضره دي نعرف يعني ايه فشل القلب والهارت فيلير، انواعه واعراضه، بيشخص ازاي، مضاعفاته والنيرسنج مانجمنت بتاعته. هو التعريف بتاع الهارت فيلير ان خلاص الكلينيكال سيندروم متلازمه، فيها القلب ما عادش قادر يضخ الدم المحمل بالاكسجين لاعضاء الجسم بالصوره الكافيه. فده اللي بيعمل المشكله دي كلها، بيضخ دم اقل من اللي الجسم محتاجه. ليه؟ تعب، ما عادش قادر يضخ بصوره كافيه. ما عادش يعني كان المفروض بيضخ مثلا 70 دقه، عادوا 50، عادوا 60. كان بيضخ في الدقه مثلا 70 مللي، عاد بيضخ 50 مللي، 40 مللي. فعاد بيضخ دم وفيه اكسجين بس اقل من اللي الجسم محتاجه. اسباب بقى الهارت فيلير زي ما حضراتكم شايفين كده، يقول لك الدايت والايجينج، كبر السن والتدخين والجندر، بيحصل في الفيميل اكتر عشان الاوبيزيتي مثلا عندها سكر، والجينيتك لو عامل وراثي، واللايف ستايل. اللايف ستايل بقى الناس اللي ما بتتحركش على طول بقى من الاسانسير للعربيه للكلام ده كله. والمقصود بالدايت هنا الناس اللي عماله تاكل بقى فاست فود وسمين ولحمه حمراء كتير، فدي كلها سمنه وتعمل تصلب للشرايين. اعراضه يقول لك فلويد ريتينشن، طبعا ده مش قادر يضخ الدم، قادر يضخ دم من ضمن الحاجات اللي بيدخلها الكلى، فما بيدخلهاش الدم بالصوره الكافيه، فما تطلعش يورين بالصوره الكافيه. فاليورين ده الميه دي تتحبس في الجسم تعمل فلويد ريتينشن، يروح على الرئه، الدم يحصل يعمل احتقان في الرئه فيعمل لي كرشه نفس، وعلى طول بيكح، على طول مرهق، فتيج، نوزيا، كونفيوجن، الكلام ده كله. انواعه تعافي في القلب في جزء يمين وجزء شمال اللي هو رايت سايد هارت فيلير. رايت سايد هارت فيلير ده الدم بتاع الجسم كله راجع ليه عن طريق الانفيرير والسوبيرير فينا كافا، اللي هو وريد اجوف في علوي ووريد اجوف في سفلي. فلما يكون في مشكله مش عارف يفضي الدم اللي فيه، فبالتالي اللي راجع له مش هيدخل له، ما هو اللي فيه اساسا ما طلعش عشان يخش مكانه، فروح راجع على الرقبه تاني، اعمل لي ديستندد نيك فين اللي هي منفخه كده، وعلى الرئه او على اللور ليمب اديما، الدم يفضل في الرجلين فتورم والم في البطن. لكن في ليفت سايد هارت فيلير ده الدم اللي راجع من الرئه للقلب النص الشمال عشان يدخل الجسم. طب الجزء الشمال حصل فيه فيلير مش عارف يضخ الدم، فبالتالي الدم اللي جاي من الرئه مش هيخش كله، فيروح اعمل لي احتقان في الرئه، يعمل لي شيست مانيفستيشن، تلاقي بدا ديسنيا، صعوبه في النفس، ساينوزيس، زرقان، وسويتنج يعني عرق. فدايما كده الرايت سايد هارت فيلير بنميزه بديستنكت نيك فين ولور لمب ايديما وابدومينال بين، لكن ليفت سايد هارت فيلير شيست مانيفستيشن اللي هي ديسنيا وساينوزيس وسويتنج. دي يمكن صوره هي مجمع يعني صوره ليفت سايد هارت فيلير، جايب لك واحد اهوت باعراضه يعني شكل كاريكاتيري كده بحيث انه يثبت في دماغك. دي بقى صوره كاريكاتيريه تانية بس بتفرق ما بين الليفت سايد باعراضه والرايت سايد ايه باعراضه تانية، بالاعراض التانية بتفرق بينهم كصوره كاريكاتير لو مش عاوزها مكتوبه يعني. الدياجنوستيك مانيفستيشن زي الانجينا والام اي والحاجات دي كلها، كلها بيشنت هيستوري، بنفحص العيان نشوف ايه العلامات والاعراض اللي عنده، بنعمل ايكو كارديوجرافي اللي هو موجات صوتيه على القلب او سونار على القلب. الالكتروكارديوجرافي ده يعني اي سي جي، الكتروكارديوجرافي يعني اي سي جي، بيتعمل حاجه تانية اسمها ايكو كارديوجرافي، مش الكترو بقى، الكتروكارديوجرافي ده اللي هو الاي سي جي رسم قلب. لكن هي هنا الايجيكشن فراشن كنت المفروض اكتبها تحت ايكو كارديوجرافي. ايكو كارديوجرافي ايكو يعني موجات صوتيه على القلب بتقول الايجيكشن فراكشن كام، يعني كفاءه القلب كام. ممكن تعمل ام ار اي اللي هو ماجنتيك ريزونانس ايميجنج اللي هو رنين،
او سي تي اللي هو كمبيوتر توموجرافي اللي هو المقطعيه، او كارديا كاسيترايزيشن وذ انجيوجرافي اللي هو يتعمل له استرات قلب عشان نعرف ايه المشكله بالظبط. المشاكل بقى ان هو يعمل لي مشاكل في الرئه، بلور الافيوجن، ميه تتجمع في الغشاء البلوري، ديسريزما اللي هو عدم انتظام في ضربات القلب، ليفت فينتريكولار ثرومبس اللي الدم مش عارف يطلع فيروح راكد فيروح عامل جلطه، يعمل لي بقى هيباتوميجالي وامبيرد ليفر فانكشن، اكوت بالمنر اديما يعني ايه ارتشاح رئوي. المانجمنت بتاعت الهارت فيلير بقى يقول لك اوكسجين ثيرابي، العيان ده هتقعد في الهاي فاولر بوزيشن يعني قاعد بزاوية 80 درجة أو 90 درجة ونديله أكسجين، هيقلل الملح عشان ويقلل السوائل عشان هو ما يشربش مية أكتر فالمية تزيد، هو أصلا مش عارف يضخ الدم، هيضخ الدم والمية كمان باراسنتيزيس. بس هو يعني الباراسنتيزيس هنا مش زي بتاعة الكبد، هو هنا بيسحب، هو سوراكوسنتيزيس يعني بنسحب المية اللي حوالين القلب لو مجمع حواليه. بعض الأدوية زي الإيسي إنهيبيتور وبعض الديوريتك زي اللازكس والفورسمايد ومسكنات زي المورفين، وحاجة تخلي القلب ينشط، بتزود من نشاط أو انقباضات القلب أو قوة انقباضات القلب زي الديجوكسين، وبعض الأدوية التانية زي الدوبامين والديبوتامين أو النيتروجليسرين. النيرسنج مانجمنت بقى ارفع ظهر السرير، اديله أكسجين، قلل الأكسجين ديماند اللي هو احتياج القلب من الأكسجين عن طريق اللي هو قلل المجهود على قد ما يقدر، لو زادت ايدنتيفاي بريسيبيتنج فاكتورز، لو الاعراض زادت يبقى كده عمل حاجه من البريسيبيتنج فاكتورز، اكيد اكل املاح، اتنرفز، اتوتر، علمه بقى اللي هو اللي هو سولت دايت، قلل الملح وتديله امثله وياخد الميديكيشن بتاعه ويوزن نفسه عشان مثلا كان 90 بقى 89 بعد كده ان خس كيلو، اكيد خسهم ميه من اللي كان محتاجه في جوه في جسمه، اكسرسايز بس الاكتيفيتي ويز يعني بحكمه كده، ما ينفعش ان هو لسه واكل ويروح عامل مجهود بينتظر حوالي ساعة ونص ولا حاجة، ما ينفعش يتعرض لجو ساعة برضه. اللايف ستايل موديفيكيشن هي دي بس سبيلنج ميستيكس كده، هي نيرسينج رول فور هارت فيلير، يعني عدلتها في ثانية كده، نيرسينج رول فور هارت فيلير فشل قلب. هو ما هو الا تجميع اللي اتقال في السلايدات اللي فاتت، لايف ستايل موديفيكيشن يقلل الماء الفات اللي هي الدهون، وهتقول له قلل الدهون بقى اللي هو ايه المشوي احسن من المحمر، بلاش بقى الزبده والقشطه واللي بالسمنه والزيوت الكتير، زيت الزيتون كويس، شيل جلد الفراخ، اللحمه الحمراء بتاعت الجزار يقلل منها، لكن اللحمه البيضاء زي السمك والفراخ كويسه، السمين ممنوع، المكسرات ممنوعه، المانجا برضو فيها املاح وفيها دهون فبلاش منها. ده كله لو احنا عايزين نقول له قلل الدهون، قلل الملح بقى اللي هو انت عارف بقى السلمون والسردين والتونه والرنجه، الملح والترش والمخللات، والملح اللي على الاكل ده مسموح له بمعلقه ملح في اليوم، بنقوله بدل الملح الخل والليمون والشبت والزعتر، بنقول له بلاش الكافيين والكحولات، بلاش يلعب رياضه، بلاش بقى الاستريسور ويتوتر كل شويه، يظبط ضغط وسكره ويوقف ايه التدخين. وبكده يعني احنا ادينا فكرة مبسطة عن الهارت فيلير او فشل القلب، ونشوفكم فيديوهات جديدة ان شاء الله. سلام عليكم.